للحديث أكثر طبعا حول تداولات الأسواق العالمية والهبوط الذي حصل بالجلسة السابقة، ينضم إلينا سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس. يعني موجة بيع قوية شهدناها بالجلسة السابقة على الأسواق العالمية، كان بطلها ملفات حول يعني فينسن وهذه القضية المشبوهة للعديد من البنوك، أضف إلى ذلك ما شهدنا من وفاة رئيس المحكمة العليا في أمريكا والذي أيضا أثار نوع من القلق حول عمليات التحفيز. إلى أي مدى الملفين برأيك سيبقيا ضاغطين بشكل كبير اليوم على الأسواق الأمريكية وتحديدا من قبل البنوك؟ أهلا بك. في الحقيقة ما شهدناه يوم أمس أو خلال حتى الفترة الماضية من انخفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية خير دلالة على أن المتداولون في الأسواق المالية حساسون جدا تجاه أي متغيرات سلبية. فما لبث الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الأمريكي أن خرج من أسوأ ركود اقتصادي وأسوأ انكماش قياسي، وهو أزمة لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية. والآن أي أنباء سلبية حاليا تؤثر وبشدة على الأسواق المالية، وجاءت ملفات البنوك والأموال المشبوهة إلى جانب وفاة رئيسة المحكمة العليا، أسباب لتدعم قلق المتداولين لتحصل عمليات جني أرباح. في الحقيقة أعتقد بأن هنالك المزيد من الانخفاض حتى ولو كان بشكل مؤقت في أسواق الأسهم في كثير من دول العالم ومنها أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. فالآن المتداولون ينظرون إلى حقيقة مهمة، فالاقتصاد الأمريكي رغم أنه حاليا يشهد مرحلة من التحسن، لكن حتى الفيدرالي الأمريكي يؤكد على ضرورة استمرار دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية من الفيدرالي وأيضا السياسات المالية من الحكومة الأمريكية. والآن هنالك مخاوف من تعثر المساعدات والتحفيزات من الحكومة الأمريكية، والتي بحسب البيت الأبيض ربما تتأخر حتى انتهاء الانتخابات، وهذا كله ربما سيضغط على التعافي الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة الآن. والمتداولون يأخذون ذلك بعين الاعتبار، آخذين بأن صدمة فيروس كورونا هي مجرد البداية لصدمات أخرى ربما ستنتج. وحاليا أصبحنا نسمع حديثا عن أزمات مالية ربما تحصل في حال اهتزت القطاعات المصرفية في العالم جراء طرح ملفات المسربة حول الأموال السوداء والأموال التي تم غسلها في الفترة ما بين عام 1990 وحتى عام 2017. وهذا ما قد يبقي هذا اليوم على الضغط الهابط على مؤشرات الأسهم الأمريكية، فتعددت الأسباب واحتمالات الانخفاض حتى ولو بشكل مؤقت ربما ستكون قائمة خلال تداولات اليوم. نعم سركيس، لكن يعني ما هو الموقف الآن من البنوك المركزية برأيك؟ البنك المركزي الأوروبي اتجاه هذه القضية، يعني هل سنرى إجراءات اليوم اتجاه البنوك الأوروبية المتورطة الأكبر في هذه القضية؟ باعتقادي أن على البنوك المركزية في الدول العظمى في العالم أن تتخذ إجراءات احترازية جديدة، وهذه الإجراءات يجب أن يتم اتخاذها لضمان عدم تكرار هذه العمليات في المستقبل. فنحن نتحدث الآن عن عمليات تمت في عام 2017 وما قبله، وليس عمليات في الوقت الراهن. لذلك باعتقادي بأن هنالك إجراءات يجب أن يتم اتخاذها للتقليل من احتمالية حصول تناقل الأموال غير المشروعة، وتجديد بعض الإجراءات الرقابية على القطاعات المصرفية إن كانت داخليا في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أو حتى أيضا عالميا. لكن هنالك موضوع آخر يجب النظر إليه حاليا، وهو كيف سيتعامل العالم المجتمع العالمي مجتمعا مع هذه المتغيرات الجديدة، وكيف سيرى تأثيرات هذه المستجدات على التعافي الاقتصادي في العالم وعلى القطاعات المصرفية ككل. وهنا يجب أن تأخذ البنوك المركزية في الوقت الراهن على الأقل بعض الحيادية نوعا ما حتى لا تثير حالة من الهلع الكبير في الأسواق، فالأسواق المالية لن تحتمل حاليا أي ضربة جديدة، وذلك لأنها سوف تعثر النمو الاقتصادي الذي ما زال حتى هذه اللحظة يعتمد على التحفيزات، وما زالت توقعاته غير مستقرة بالنسبة للمستقبل. فباعتقادي يجب أن تكون البنوك المركزية عموما إن كان في البنك المركزي الأوروبي أو في الفيدرالي الأمريكي وغيره اتجاه هذه القضية يميلون لبعض الحيادية، لكن مع تقديم المزيد من الضمانات والشروط للبنوك لرقابة مثل هذه الأمور. نعم، الذهب كسر مستوى 1900
900 لأول مرة من 12 شهر سركيس بالأمس، يعني برأيك عادة مع العمليات البيعية اللي عم نشهدها بالأسواق يتجه المستثمر للملاذات الآمنة، لماذا هذا الانخفاض القوي اللي واكب أيضا هذه القضية بالأمس؟ بالفعل حققت أسعار الذهب يوم أمس كسر لمستوى 1900 دولار للأونصة، وما زالت توقعات قصيرة الأمد بالفعل تشير إلى احتمالية أو عدم استبعاد مزيد من الضغط الهابط. اعتدنا أن نرى أسعار الذهب أو يقال أن أسعار الذهب ترتفع مع التوترات السياسية والاقتصادية، لكن هنا دخلنا في موضوع آخر جديد عندما وصلت أسعار الذهب يوم أمس لأدنى مستوياتها منذ 12 من شهر أغسطس الماضي، حيث أن الذهب تأثر وبقوة بعمليات جني أرباح سادت الأسواق المالية عموما، فالمتداولون فضلوا الاحتفاظ بالسيولة الدولارية عند تصفية مراكزهم المالية. كذلك موضوع مهم هو أن المحافظ الاستثمارية عندما تقوم بخفض مقتنياتها من الأصول مرتفعة العائد تقوم أيضا بخفض المقتنيات من الملاذ الآمن، والتي منها يعتبر المعدن الثمين مركز يقوم هذه المراكز المالية في أسواق العائد المرتفع. فعندما حصلت موجة جني الأرباح تبعها أيضا ارتفاع في الدولار الأمريكي، ففضل المتداولون أيضا عندها التخلي عن الذهب كملاذ آمن والتوجه نحو الدولار الذي ارتفع بشكل ملموس. باعتقادي أن الضغط الهابط على أسعار الذهب ربما سيستمر لكن على المدى القصير، لكن التوجهات المستقبلية على المدى المتوسط والطويل ما تزال حتى هذه اللحظة إيجابية. فالعديد من الظروف إن كانت اقتصادية أو أيضا توجهات البنوك المركزية كلها داعمة لتحركات أسعار الذهب، لكن كما أشرت لا أستبعد أن نرى المزيد من الضغط بتعامل وتأثير من الدولار الأمريكي. نشكرك سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.